السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، مساء الخير. ايه مهند؟ اعزائي الكرام، من هنا نحييكم من جوار المخيم، وهذه الحرارة امامكم تعمل ما شاء الله تصفية نهائية، والازفلت قادم ان شاء الله، والازفلت ان شاء الله قادم. ايها الاحبة، ايها الاخوة، ايها الشباب، اليوم خميس، واليوم يوم الخير ان شاء الله، اليوم يوم التبرعات، والمشروع ان شاء الله انه واحد من حيث المستقبل، يمشي عبر البشمركة، يمشي عبر وادي زبيد، عبر خميس مطلق ان شاء الله. ايها الاحبة، ايها الناس، ايها الشباب، ايها المصدقون، افرحوا، زعردوا، استبشروا خيرا. من هنا أنا أقول لأنحاء، هذه رسالة إلى أنحاء العالم، إلى المنظمات المحلية والعربية والدولية الأفريقية كله، بالكرة الأرضية كاملة، هذا مشروع خيري ومجهود ذاتي ومن أبناء المنطقة، والطريق السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما اسمك اخ الكريم؟ عبد الله سنان محمد، محمد سنان العماد. حياك الله، حيا الله بيت العماد، ما شاء الله بيت العماد اليوم اصبحوا رافع الراس وصاب عاليا بكرمهم، باستقبالهم للحراره، للعمال، للعاملين، للمهندسين، للمصورين، ورحبوا ما شاء الله، ما قالوا شيء. بارك الله في بيت العماد وآل العماد. ما عندك اليوم، ماذا رايك؟ كيف الطريق؟ كيف الامور؟ الطريق والله روعة، وأن احنا تبرعنا بالطريق هذا. نحن الآن في أرضكم، هذه المحلات التي احنا فيها. آه أيوة نعم. وغيرها من الوادي إلى القد. نعم. ونشكر المساهمين فيها، ونشكر الإعلامي عزت جحانة على بذله وتصوير، هذا كان من أول القد، وبذل سيارته وبضحي بنفسه من أول المشروع إلى آخره. جزاك الله خير. ونشكره شكرا جزيلا، ونشكر المساهمين في هذا المشروع، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح، وأن الله يخلف عليهم وعلينا، وأن نحن تبرعنا في الأرض، وأن هي الطريق شريان الحياة إلى يوم القيامة، وحسرة جارية لكل من ساهم وغدر فعل في الطريق. بارك الله فيك، شكرا لك. أيوة. كلام بمحله. الآن ماذا نقول؟ نبغى منهم كمان دعم. في ناس لم يتبرعوا، تجار كبار. أن نخليهم يتبرعوا، اطلوا عليهم، وهذا لازم أنهم يتبرعوا. لا بد أكيد. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، شوارع حميدة صارت كبيرة، وما شاء نقول ما شاء الله، اللهم لا حسد. هذا الرون جوار حجرة ابن ريم، اسمه حجر ابن ريم.